رجل اضاف علي رجل اخر وحلف بالطلاق الا ياكل الذبيحه وذهب وجاء بذبيحه اخرى واكل منها، ماذا يلزم عليه؟ رجل اضاف علي رجل اخر او اضاف على رجل اخر ماذا؟ مكتوب اضاف وحلف بالطلاق الا ياكل الذبيحه وذهب وجاء بذبيحه اخرى واكل منها. إذا كان القصد الضيف إنه ما يكلف المستضيف الضيف النازل طلق إنه ما يأكل ذبيحة يا فلان نزل عليه، يبي ما يتكلف ولا يشتري ذبيحة ولا يأكل ذبيحة، يأكل من الطعام الحاضر. ثم أبى عليه المضيف وجاء بذبيحة وذبحها وأكل منها أو ما أكل منها، فإنه عليه الحكم في طلاقه. إن كان أراد طلاق زوجته أكل الذبيحة مضى عليه طاقة مثل ما قال، وإن كان إنما أراد منعه من الذبيحة ولم يريد طلاق امرأته، ولكن أراد إذا سمع الطلاق أن يمنعه بذلك فعليه كفارة منه. قال عليه الطلاق ما يأكل الذبيحة، ما تذبح له، عليه الطلاق ما تذبح وذبحه، وعليه الطلاق ما يأكل وأكل، فهذا عليه كفارة يمين حكم اليمين. إذا كان المقصود من هذا الكلام منع من زوجته من التكلف، لا تقصد فراق زوجته، وإنما قصد منعه من التكلف إذا سمع الطلاق يمتنع، لا يأتي ذبيحة ولا يتكلف. ثم صاحب الضيافة المنزول عليه تكلف ولا يبالي بيمينه ولا طلاقه، ثم أكل من ذبيحته إن كان أكل طلق لا يأكل أو طلق لا يذبح وذبح له، فإن الطلاق هذا يكون عن كفارة يمين إذا كان ما قصد إيقاعها عن زوجها، ما قصد فراقها، وإنما قصد منع الرجل من التكلف. هذا حكم حكم اليمين، ما تحصل إذا كان قصده منع الرجل من التكلف عليك فاتح غير ولا يقعد. طيب إذا فعل على أساس مشاكل فيه فرصة كم وإذا فعل عليه حرام إسلام.